يا روحي جدك فوقي وهيطلع وهيطلع اللي بتصافي كمان يلا يلا نبس ليه انت هبتي زي مش كنت أول مرة بحياتي بسب حتى بالحياة العادية ما بسب هيدا الفيلم جربت المسبات بهيدا الدور ايه لا لأنه هيدا الواقع هيدا كانت أيام الحرب وهيك هيك كانوا يعني حتى أنا لما صورت الفيلم كنت قادي بحي يعني منتصف شعبي نص نص يعني في اثنين يعني كنت اسمع صوت الأمات عن البلاكين كيف عم بتسب ولادها يعني هيدا 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 بكل كانت أول مرة يمكن بس مش آخر مرة بتسبي لا فتحت من بعدها مرة أبداً إجاني من بعدها فيلمين سينما مسبيت ما أخذت ما قبلتي هيدا الفيلم كمان بالصدفة صار يعني أخذ كان بعت وراء أمي زياد دويري لتلعب دور بأحد المسلسلات فالدور منه لايق لعليا لأنه منه لايق لمسيرة عليا هي ما بتلعب هالدور فقلت له بيك شي أنت مضروب على راسك أول مرة بشوفه كيف تبعت ورا أمي تلعب هيدا الدور أمي لعبة مشربل ولعبة مش كيف تلعب هالدور قومي أمي قومي قلت له أنا هي عمل أنت بتمثل قلت له الأول نبيع فجل أنا بساحة البرج أخدتي أنت إيه أم قال لي بدي إياك لهدور دور هيدا وست بيروت ايه وكانت والحمد لله يعني هيدا عامل لي نقله نوعيه بنظره المنجين بلبنان يعني من بعدها اجاني مسلسل ثلاث بنات على الام تي في يعني صاروا يشوفوني بغير ادوار وبلش انعطاكي مشهد فيه اغراء غيرتي فيه ما قبلت يكون بالتخت لا هو مش اغراء هو كان في مشهد بالفيلم بالتخت هو أساس أنا نايمة مع جوزي وجوزي عم يبوسني برقبتي بطل الصبي بطل المسلسل بيطلع بيشوفنا أنه يعني نحن عم نمارس الحب كأنه هيك ونازل القصف وقول جول للبنان فبوصل أنا على التصوير أوكي. عادي يعني أنه ما في شيء المشهد هو أوكي. عادي يعني أنه عم يبوسني برقبتي وعم بتغنج عليه يعني كوميديا يعني هي مرة طريفة يعني أي. بالنهاية فبقوم بوصل ما بلاقي ممثل ولا حدا جاي من النقابة ولا حتى من النقابة طلع شاب بيشتغل بالأطفائية جايبينه كومبارس لأنه مشهد هو يبوز هو عساس بيلعب دور جوز وجنيت يا دلي يا دلي بكرك شو بكون شي بكرة بروح على الأطفائية وبخبر الأطفائية كلهم كان عم يبوس لي رقبتي لو بضطر بقسم على الأرض ما بعمل المشهد كيف ما كيف بدك تعملي قلت له ولا ممكن قلت له أنا عم بقلك خدنا على قد عقلاتي أنا بقلك شو أنت ما بدك تبين للعالم أنه نحن فتنا على الأوضة قال إيه قلت له دور الكاميرا واتركه هذا ارتجال المشهد كله 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 وتصور مرة واحدة حتى مبين وزياد مسك الكاميرا ومبين أنه عم بلق عم بيضحك لقت الكاميرا بمحل بالمشهد صحيح وما يعني ما بينعاد لأنه كله ارتجالي كله طلعته أنا ومطفي لي شمعاتي وكذا كله ارتجالي شو قلتي له قوم؟ قال له قوم قبل لك قوم اتحرك قبل ما يمشي القصف يلا قوم طفي لي شمعاتي بسبقك وبتلحقني ولا بتسبقني وبلحقك أنا عم بغريت هيفوت على قوتك أحلى مشهد بالفيلم